n. خلي بالك ده بولينوميال اهو. اكس باور n بلس 1 اوفر n بلس 1 بلس c. ركز عشان احنا عندنا حوار طويل في الانتجريشن. الانتجريشن عنده مشكله ان الرولز بتاعته قليله. وده مش ميزه، ده عيب. بمعنى انا عشان اعمل انتجريشن مبدئيا كده لازم الشكل عندي يبقى كده، يبقى بولينوميال. يعني مثلا دي جهه الانتجريشن. هنعمل n باور 1 يعني x باور 6 اوفر 6 بلس c. ارجوك ما تنساش c. اوكي؟ هنكتبها بشكل الطف شويه، هنكتبها كده 1 اوفر 6 x باور 6 بلس c. جهه الانتجريشن نعمل n للباور 1 2 اوفر 5 بلس 1 7 اوفر 5 over 7 over 5 plus c. علمت حاجه بقى، واحنا في الانتجريشن هنعمل بلس 1 دي كتير. دايما عشان تعمل اي فراكشن بلس 1 اسرع من الكالكوليتر. اعمل up بلس down over down 2 بلس 5 7 over down over 5. شايف الفراكشن ده شكله كده؟ ده المفروض ان ال 5 دي هتطلع هنا. يعني يبقى equal 5 over 7 x power 7 over 5 plus c. نتكلم بشكل ابسط شويه. لما نعمل add للباور 1 2 plus 5 7 7 over 5 اهي. شايف الباور ده؟ اقلبه وحطه قدام. ناخد الباور ده احنا شقلبه ونحطه قدام على طول، وهنستغنى عن الخطوه دي بعد كده. اوكي؟ طيب تعال نشوف دي. انا مش عارف اعمل انتجريشن غير بالشكل ده. زي ما قلنا الشرط دلوقتي امكانياتي ان انا اعمل ده x باور n دي x. طيب يبقى الاول انا ما بتعاملش مع روت 4. الروت 4 نعمله باور 4 x باور 3 اوفر 5 اللي جوه اللي بره x باور 3 اوفر 5 وهرفعها فوق هتبقى بالنيجاتيف. يبقى انتجريشن x باور نيجاتيف 3 اوفر 5 ريسبكت تو x. طول ما انت بتوظف هتسيب علامه الانتجريشن. فاكر في الديريفاتيف طول ما احنا بنوظف بنسميها واي. اول ما نبتدي نعمل ديريفاتيف بنسميها واي داش. نفس الفكره طول ما عندي توظيف هسميها هحط لها علامه الانتجريشن. هبتدي بقى كده كده بقت على صوره الروت. اعمل قبل الباور 1 هيبقى ايكوال اكس نعمل قبل 1 نيجاتيف 3 بلس 5 ب 2 2 اوفر 5. شايف الفراكشن ده؟ اقلبه وحطه هنا 5 over 2 بلس. تمام. هنا برضو دي محتاجة توضيح. انتجريشن 2 بلس روت اكس اكس باور هاف بلس 1 over روت اكس اكس باور هاف فحالي فوق اكس باور نيجاتيف هاف ريسبكت تو اكس. اي كونستنت اي كونستنت الانتجريشن بتاعه قلنا 2 2 تايمز 1 1 اكس باور 0 لما اد 1 تبقى اكس باور 1 فمباشره بقى اي كونستنت الانتجريشن بتاعه كونستنت اكس كونستنت يعني ما فيهوش فاريبل ما فيهوش اكس زي 2 كده تبقى 2 اكس بلس زود لي باور 1 اد 1 1 بلس 2 ادي 3 اوفر 2 والفراكشن ده ايه وحطه هنا 2 اوفر 3 نيجاتيف هاف نعمل لها اد 1 تبقى اكس باور هاف خد الفراكشن ده اقلب 2 سي. محتاجه توضيح اكس باور 2 دي تبقى نيجاتيف 2 روت اكس اكس باور هاف بلس 3 دي اكس. نعمل انتجريشن زود الباور 1 اكس باور نيجاتيف 1 اوفر نيجاتيف 1 اكس اد 1 3 اوفر 2 اقلب 2 اوفر 3 اي كونستنت بنحط له اكس ودي بلس.